فكرة لسه مستمرين معاكم في هذا الصباح وجي معاد فقرة الصحافة اللي زي ما احنا عودناكم ان احنا بنستعرض فيها اهم المنشطات في الصحف المصرية بالقراءة والتحليل. اسمحوا لي ان انا ارحب بضيفي الاستاذ ماهر عباس وهو نائب رئيس تحرير جريدة الجمهورية. برحب بحضرتك يا فندم. اهلا بيك واهلا بالسادة المشاهدين. طيب تعالوا نبدا مع بعض من جريدة الاهرام ومن الصفحة الاولى بنقرا ان اتفاق مع الصين لسرعة تنفيذ المنطقة المركزية للعاصمة الإدارية و179 مليار جنيه استثمارات وستة مشروعات عمرانية جديدة وده بمشاركة القطاع الخاص. عايزة أعرف تعليق حضرتك على هذا الخبر يا فندم. الاجتماع اللي تم أمس بين رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي وزير الإسكان والمجتمعات العامة الغنية مع الوفد الصيني كان بادرة طيبة للمواطنين إن العاصمة الإدارية ستشهد عدد من المشاريع العملاقة كما وجه الرئيس ومنها أعلى برج في أفريقيا طوله ارتفاعه 385 متر وده تحفة عمرانية مع 20 برج آخر إضافة لشراكة كبيرة مع القطاع الخاص. الصين مهتمة بهذا المشروع وتعتبر كما وصف الدكتور مصطفى مدبولي المعجزة الصينية في العاصمة الإدارية من خلال 20 برج ومن خلال البرج الأعلى برج في أفريقيا وأيضا تنفيذ ما وجه به الرئيس أن تفتتح العاصمة 2020 فأعتقد ومشاركة القطاع الخاص في مشاريع عمرانية عملاقة تصل تكلفتها بعيدا عن البرج 179 مليار جنيه فهذا تأكيد على الاستمرار في التنمية العملاقة في العاصمة الإدارية حسب اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي بهذا المشروع الذي يعد نقلة حضارية وعمرانية وسيوفر أيضا 400 ألف فرصة عمل بشكل مباشر فأعتقد بداية طيبة لمثل هذه المشروعات العملاقة في العاصمة الإدارية وهذا ما يتضمنه سيجعل للقطاع الخاص دور مهم ومحوري بدليل أمين المجلس الأعلى الصيني هاو بينج كان على رأس المجتمعين مع رئيس الوزراء دليل اهتمام الصين بالاستثمارات في مصر وخاصة أنه سيتم التوقيع في سبتمبر القادم خلال زيارة الرئيس الخامسة إلى الصين في سبتمبر القادم. طبعا ناس كتير منتظرة كمان تشوف هذه المشروعات الكبيرة والضخمة جدا في العاصمة الإدارية. أنت عارف التجربة الصينية تجربة جادة وواقعية والمشروع تفاصيله كمان أن مصر هندفع 15% من تكاليفه وال85 في فترة سماع 10 سنوات وسيتم الاتفاق على تمويلها من مصادر أخرى. فأعتقد المشروع الناس كلها منتظرة أن ترى هذا المشروع العملاق لأنه حيكون يعني دور المشاريع العملاقة في العاصمة الإدارية. تمام أستاذ ماهر خلينا نروح مع بعض لجريدة أخرى وهي جريدة أخبار اليوم وبنقرأ مع بعض من الصفحة الأولى محاكمة مروجي الشائعات النائب العام بيحيل 28 للجنايات استغلوا مواقع التواصل لإثارة الرأي العام والمتهمون اعترفوا ببث أخبار مضللة وتقارير مغلوطة لنشر الفوضى. للأسف الشديد ناس كتير بتستغل مواقع التواصل الاجتماعي بشكل خاطئ جدا وهو زي ما احنا تعودنا ترويج الشائعات اللي الناس بقت متلخبطة ما بين الحق أو الحاجات الحقيقية والشائعات. كما تفضلتي النائب العام حط إيده على الخلل في وما أعلنه الرئيس السيسي من 21 ألف شائعة تضرب البلد في الفترة الأخيرة من هؤلاء الذين بعضهم يقيم في ألمانيا وفي سويسرا وفي قطر وفي تركيا ويتم تمويلهم من الخارج وبس إشاعات مضللة لزعزعة الأمن والاستقرار في الدولة وبس أخبار باستغلال كما تفضلتي الفيسبوك. الفيسبوك يجب أن نستغله للاستفادة وليس لتشويه الدولة وتشويه نظامها وتشويه وقلب الحقائق ونشر أخبار مضللة على الدولة ويعني أعتقد أن النائب العام حط إيده بشكل أساسي على هذه المجموعة ولا أعتقد هذه المجموعة فقط هي المتهمة هناك آخرون يديرونهم من عواصم في تركيا وقطر وألمانيا وغيرها ومنتشرون في كثير من المواقع حول العالم ويكونون مجالس وللأسف
ينتشرون بين الأوساط العمالية والطلابية كما تعرفين للترويج لهذه الإشاعات. كشف هذه الإشاعات ووأدها في مهدها هو السبيل الأهم للقضاء عليه. طبعا هم فشلوا في أن يصلوا إلى عمق الشارع المصري. هي صحيح 21,000 شائعة، لكن أعتقد أن تأثيرها محدود لأن الشعب أصبح يدرك تماما، لديه وعي ثقافي كبير جدا. طبعا وعي ثقافي، وهو ده مطلوب دور الإعلام أستاذة ودور وسائل الإعلام المجتمع الوطنية في مواجهة هذا الوباء الأسود للشائعات السوداء التي تسعى لهدم الدولة وتفكيكها ومن أجل جماعات إرهابية، واستغلال الإعلام المغلوط ضد مصر وقنوات بعينها يروجوا فيها إشاعاتهم ليل نهار. أعتقد مطلوب من الإعلام المصري مواجهة هذا بالحقائق. والنائب العام كما كشف اليوم كشف حقيقة تحرك هؤلاء وحقيقة تمويلهم وانتشارهم في الأوساط المختلفة اللي هي يستطيعون التأثير فيها. لكن يعني لا أقول جديدا إن المصريين لديهم تحصين كامل ضد هذه الإشاعات وثبت فشلها منذ 2013 إلى اليوم. طيب نروح لجريدة أخرى وهي جريدة الجمهورية، ومن الصفحة الأولى بنقرأ معا: مكاتب تموين بمراكز الشباب لإضافة المواليد، غدا آخر فرصة لتعديل بيانات 1.5 مليون بطاقة، ودكتور مصرحي بيصرح ويقول إن حذف 6 ملايين غير مستحقين خلال شهرين. هذا مهم جدا، تنقيط البطاقات التموينية ولكي يصل الدعم فعلا لمستحقيه. وبكرة ستبدأ هذه العملية، وعلى المصري المستحقين أن هم يذهبوا لمكاتب التموين التي استعانت بمراكز الشباب في المحافظات لكي مواجهة الازدحام لتنقيط البطاقات من الشوائب التي علق بها والإضافات الغير دقيقة، وهذا سيعطي فرصة مهمة لتصحيح الأوضاع السابقة وتوصيل الدعم لمستحقيه. الفترة هتستمر 3 أشهر، وفيها سيتم حذف حوالي 6 مليون غير مستحقين وإضافة المواليد الجدد وفي 1.5 مليون بطاقة. وفي وفيات وفي أشياء كثيرة كانت تحصل على التموين على دعم غير مستحق في بطاقات التموين، وده بيجي طبعا على الناس اللي بتستحق، وده بيجي على المستحقين. فأنا أعتقد هذه خطوة مهمة، وعلى المواطنين أن يذهبوا بأوراقهم ثابتة وكاملة إلى مكاتب التموين ومراكز الشباب التي تم في زحام هيكون شديد في كثير من المواقع الكثيفة العدد، ولكن وزارة التموين حلت هذا وأعطت جداول معينة لترتيب عشان ما يبقاش في تكدس أو في زحام أو نلاقي شكوى من بكرة، أو تسهل على الناس كمان أن هم يروحوا وياخدوا حقهم كمان وتسهل على الناس حقهم. ووضعت الشروط للتصحيح وإعلانات بارزة في مكاتب التموين والأماكن اللي تم اختيارها في مراكز الشباب عشان المواطن يروح بأوراقه كاملة ما يعطلش وقته ويعطل وقت الموظفين ويترك الفرصة لآخر يستطيع أن ينجز عمله. القضاء على الروتين مهمة جدا بصراحة، طبعا دي مهمة جدا، الناس كلها زيت منه، فمهمة قوي أن يبقى في خطوات. وهي خطوة مهمة لأن الناس تعبت في تعديل بطاقة التموين، لكن أعتقد هذه المرحلة هي فرصة مهمة وأخيرة كما قيل، ومستمرة 3 أشهر يعني في متاح من الوقت. تمام أستاذ ماهر، نروح مع بعض لجريدة المصري اليوم، بنقرأ معا من الصفحة الثالثة: وزير الزراعة بيقول إن 2500 جنيه سعر قنطار القطن للوجه الإبلي و2700 للوجه البحري. هذه خطوة مهمة من الوزارة
لعودة قلعة القطن إلى مصر مرة تانية بعد أن غابت فترة طويلة. مصر كانت من الدول المنتجة للقطن بملايين القنطرات، لكن في السنوات الأخيرة أصبح هناك من تربع على العرش. عودة عرش القطن مرة تانية ده مهم جدا، ولكن كل الناس بتتساءل يا فندم إزاي حد تاني تربع على العرش وإحنا معروفين جدا هنا في مصر إن إحنا بنصدر، لأن الدورة الزراعية حضرتك الدورة الزراعية اختل توازنها وأصبح نظرا لأن القطن طبعا من الزراعات اللي هي بتبقى مكلفة إلى حد ما ومحتاجة عمالة لتنقية القطن وعمالة للزراعة والسماد وغيره، لكن وهناك محاصيل سريعة الحصاد وسريعة الحصول على المال، فكان الفلاح بيهرب إليها وغابت الدورة الزراعية. لكن مع التشجيع الأخير أعتقد عرش الزهر الأبيض أو القطن المصري سيعود مرة تانية، وخاصة في ظل المشاريع التي أعلنت من عودة صناعة النسيج في مصر إلى عرشها مرة تانية بعد أن كنا نتصدر هذه الصناعة في أفريقيا والشرق الأوسط. فهي خطوة مهمة لمساعدة الفلاح ومساعدة الصناعة المصرية في ظل المدن الجديدة اللي هتنشأ النسيجية في الصعيد وأيضا تطوير صناعة النسيج في مصر. طيب نكمل مع بعض المانشيتات من الصحف المصرية ونروح مع بعض لجريدة الأهرام. من الصفحة الأولى بنقرأ فتح معبر رفح للحجاج الفلسطينيين. طبعا المعبر مفتوح بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي للحجاج الفلسطينيين في هذا الموسم، وطبعا والسفير الفلسطيني النهارده شكر الحكومة المصرية على التسهيلات الكبيرة التي أعطيت للحجاج الفلسطينيين لأداء مناسك الحج في ذهابهم إلى المكة المكرمة، وأيضا للقنصلية السعودية التي ساعدت في إعطاء التأشيرات. فمصر دائما تقف مع الإخوة الفلسطينيين ليس في مسألة الحج فقط، لكن المعبر دائما يفتح لكثير من مرور المواد الغذائية ومرور الاحتياجات والمساعدات للشعب الفلسطيني، فمصر دائما تمد يدها للإخوة الفلسطينيين ومساعدتهم وليس في الحج فقط. لكن هذا ما يحدث دي موسم الحج، التسهيلات اللي قدمتها السلطات المصرية غير مسبوقة لعبور الإخوة الفلسطينيين بالوصول إلى مكة المكرمة، وده مستمرة حتى انتهاء فترة الحج، وطبعا بيبدأ طيب بعد كده في العودة إن شاء الله. تمام. طيب نروح مع بعض لجريدة أخبار اليوم مرة أخرى، بنقرأ مع بعض من الصفحة الأولى ثلاثة قرارات رئاسية: فض الدورة البرلمانية والعفو عن 66 مسجون وتعيين رؤساء محاكم استئناف. هذه قرارات أصدرها الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأولا بفض الدورة البرلمانية لأن هناخد أجازة برلمانية فترة بعد دورة دسمة أنجز فيها العديد من القرارات والمداولات والمناقشات، وأيضا تعيين رؤساء المحاكم والإفراج عن 66 مسجون. وفي الإفراج عن 66 مسجون هذا بيؤكد اتجاه الدولة للإفراج عن المسجونين اللي أدوا نصف المدة وأثبتوا سلوك طيب خلال فترة السجن، فهي قرارات كانت واجبة وتقليدية يعني، لكن المسجونين قرارات مهمة في الإفراج عن المسجونين. تمام. نروح مع بعض مرة أخرى لجريدة الجمهورية، من الصفحة الأولى بنقرأ بعد إطلاق المشروع الوطني التعليم بتبدأ رحلة تأهيل المدرسين. مشروع الوطن للتعليم يمكن الشعب عرفه في المؤتمر الأخير للشباب اللي استضافته جامعة القاهرة بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، والدكتور طارق شوقي وعد بأنه سيتم تأهيل المدرسين، وفعلا سيتم تأهيل 500 مدرس، لأن على العملية قبل أن نبدأ المشروع لابد من تطوير الكوادر البشرية التي ستساهم في التطوير. فتم المرحلة الأولى 500 مدرس، تم اختيارهم بعناية كبيرة، من بين 10,000 تقدموا لهذه العملية، وأعتقد في
مجموعة أخرى وثالثة ورابعة ستدخل هذا، لأن قبل بداية الموسم الدراسي لكي تنطلق عملية التطوير بشكل أساسي، والشكل الأساسي هو الرقم الصعب في المدرج. فأنا أعتقد هي بداية جيدة إن شاء الله. الناس كلها طبعا يعني كل منتظر منتظره كل الجهود اللي بتتعمل في ملف التعليم. احنا عارفين رئيس عبد الفتاح السيسي بيولي اهتمام كبير جدا في فترته الرئاسيه الثانيه لبناء الانسان المصري، وعلى اولوياته التعليم والصحه، ودول اهم ملفين بصراحه هنا في مصر، واهم ملفين كانوا فيهم اهمال بشكل جسيم جدا، حسوا المواطن المصري وحاجه ملموسه. بالتاكيد الناس مستنيه هذه الجهود بفارغ الصبر. بالتاكيد كما تفضلت، لتنميه مصر لابد من مثلث مهم وهو التعليم والصحه وبناء الانسان والثقافه وتعميق الهويه. واعتقد التعليم هو الثروه البشريه الحقيقيه لمصر، هي ابنائها من العلماء وغيرهم. فالتعليم اذا اجدناه هيخرج عندنا العباقره والعملاء والعلماء الذين يقودون. ايوه مش عملاء التنمية. لا لا العلماء لا تختلف كثير. لا لا العملاء العلماء الذين يقودون عمليه التنميه ان شاء الله. ان شاء الله يا فندم. طيب من جريده المصري اليوم بنقرا مع بعض من الصفحه رقم 3، ميلانيزي يلتقي رئيس وشكري وابو زيد بيقول ان مكافحه الارهاب بتتصدر جدول الاعمال. وزير الخارجيه الايطالي بيزور الكنيسه البطرسيه وبيفتتح 6 غرف بالمستشفى الايطالي. زيارة وزير الخارجية الإيطالي زيارة مهمة، وانت عارف العلاقات مع إيطاليا كانت إلى حد ما شبه بعض الشوائب. الزيارة برنامج وزير الخارجية الإيطالي بعيدا عن المحاسات مع الوزير سامح شكري، أساسا سيلتقي الرئيس عبد الفتاح السيسي. وإيطاليا معنية بملف الإرهاب كما هي مصر معنية به، ولها جهود مهمة مع مصر في هذا المجال. الوزير الإيطالي سيزور الكنيسة، وفي كلام على زيارته للأزهر الشريف، وأيضا سيفتتح بعض الغرف في المستشفى الإيطالي بالقاهرة. وإيطاليا كما تعلمين لنا جالية كبيرة في إيطاليا، وفي هناك تعاون مثمر بين مصر وإيطاليا في المجالات الاقتصادية، فهناك ملفات كثيرة سيتم تداولها بين وزير الخارجية الوزير سامح شكري والوزير الإيطالي في هذه الزيارة، يعني لتأكيد على عمق العلاقة بين مصر وإيطاليا التي حاولت الجماعات الإرهابية أن تزعزعها فترة، يعني لكن عادت إلى ما كانت عليه بفضل توجهات الرئيس السيسي في قيادة العملية السياسية مع الدول، أنها تبنى على العلاقات المستدامة والمصالح المشتركة. طيب في الخبر هنا يا فندم أن أبو زيد بيصرح أن مكافحة الإرهاب بتتصدر جدول الأعمال. طبعا ملف مكافحة الإرهاب هو ملف هام جدا، جهود مصر في مكافحة الإرهاب طبعا هو سيناء 2018، هنتكلم عن ما يحدث أيضا خلف الستار أو إحنا مش شايفين. إيطاليا كدولة في الاتحاد الأوروبي معنية بمكافحة الإرهاب، وأيضا معنية بالهجرة غير الشرعية. كما تعلمين أن إيطاليا قبلة للهجرة غير الشرعية، وهناك هذا الملف، هناك تعاون عميق، وهناك وفود في مكافحة الإرهاب بين البلدين. تبادلت الزيارات قبل زيارة الوزير، ومن حين لآخر أعتقد أن مكافحة الإرهاب مصر لها دور كبير جدا، لكن لابد من التعاون مع دول العالم كله في هذا المجال، لأن الإرهاب لا وطن له. وكما تعلمين أيضا أن العملية الوضع في ليبيا يعني الإيطاليين كما يعنينا إحنا كمصر، لأنه في الأمن القومي المصري. والارتباط بين إيطاليا ومصر في هذا الملف ارتباط عميق وقوي، وفي هناك تبادل للخبرات في مجال مكافحة الإرهاب طويلة. إيطاليا عانت لفترة طويلة من الإرهاب، وتجربتها مهمة في أن نستفيد منها. أشكرك شكرا جزيلا الأستاذ ماهر عباس نائب رئيس تحرير جريدة الجمهورية على وجودك معنا. أشكرك. مشاهدينا بشكركم على متابعة هذه الفقرة، إن شاء الله بعد قليل وعلى رأس الساعة موجز لأهم والآخر الأنباء، وبعد كده هنستكمل مع بعض هذا الصباح. خليكم معنا.